استاذ خالد محمود رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه ام ام جروب. كنا عاوزين تعليق من حضرتك على نتائج اعمال النصف الاول ل 2018، وتعليق حضرتك برضو على انخفاض صرف الربح بنسبه 15% بالرغم من ارتفاع اجمالي المبيعات بنسبه 26.7%. اقول لحضرتك، هو اجمالي الايرادات زادت بنسبه 27% ومجمل ارباح الشركه زادت بنسبه 28%، وده راجع لارتفاع قطاعات الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه بنسبه 18%، وقطاع الاتصالات زاد بنسبه 9%، والعربيات السيارات يعني زادت بنسبه 300%، وباقي القطاعات زادت بنسبه 34%. فما حصلش انخفاض في المبيعات، هو اللي حصل انخفاض في صافي الربحيه، وده راجع لاستثماراتنا في الشركات الشقيقه هي اللي تاثرت شويه، وبالاخص شركه قنوات، لان هي كانت بتشتغل في سنجل لاين برودكت، وهو ده اللي تاثر شويه في الربع الثاني. لكن نتائج النشاط بتاعتنا احنا هنا اللي هي المستقله زادت مش ما قلتش. يفضل اعتماد الشركه بشكل اساسي على قطاع الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه اللي يمثل حوالي 67% من اجمالي الايرادات، ومنها طبعا 80% مبيعات لاجهزه المحمول. رايكم ايه في مستقبل النشاط ده بالتحديد، ومدى رضاكم على اداء باقي القطاعات وخططكم لتطويرها؟ لا حضرتك، هو مجال الاجهزه الكهربائيه السوق هنا في مصر كبير جدا. في مجال الموبايل احنا اضفنا توكيل هواوي بجانب توكيلات سامسونج، وطبعا الماركتين دول على بعض هم اكتر من 50% من السوق المصري. بالنسبة للسمارت فون، فالسمارت فون بنتريشن لسه بدري عليه قوي، احنا لازلنا في لو بنتريشن للسمارت فون، ففي فرصة انه فرصة كبيرة قوي ان احنا نكبر في المجال ده. بالنسبة للأنشطة الأخرى زي البوش، توكيلات بوش وكارير وكده، هي في نمو مستمر، وهامش ربحيتها الحقيقة هامش مرضي جدا، فدي بتقدر تحسن لنا المتوسط هامش الربحية بتاعت الشركة كلها. فأنا راضي تماما عن أداء القطاعات في الربع الثاني، ناقص بس إن احنا ناخد شوية وقت لحد ما استثماراتنا في الشركات الشقيقة تقدر ان هي تجيب مردود كويس جوه انجيار. لاحظنا في قائمة المركز المالي ارتفاع جذري في قيمة المخزون الانفنتوري من حوالي 519 مليون جنيه لمليار و100 مليون، يعني اولموست 100%. ايه سبب الارتفاع ده بالرغم من زيادة المبيعات؟ لا هقول لحضرتك على حاجة، هو الرقم دوت رقم خادع شوية، لان اكتر من نصه هي بضاعة في الطريق. فالبضاعة في الطريق على المخزون الاثنين على بعض احنا بنبوهم كمخزون، سواء كان وصل او لسه في ما تم يعني ما تخلصش عليه في المطار او في الطريق يعني. طبعا الربع الثالث هو اهم ربع بيبقى موجود في سيزونابيلتي يعني في النشاط، وبالاخص في قطاع المحمول، فانا لازم يكون عندي بضاعه عشان اقدر ابيعها من اول الكورتر ما يضيعش مني. طبعا احنا ارقام الشركه كبيره، اليوم بيفرق، فانا ما اقدرش ان انا اتعطل يوم واحد ما يبقاش عندي فيه بضاعه. ورقم المخزون سواء كان في الطريق او في المخازن ده ما بيعنينيش في تقفيله كل كورتر. احنا بتلاقي ان المخزون بتاعنا قلق تماما في نهايه السنه، لكن في الكورتر يوم 30/6 بالنسبه لي هو تقفيل الكورتر، لكن هو بدايه كورتر جديد، وكورتر اللي هو اعلى كورتر بيبقى في مجال في شغلنا يعني في مجال الموبايل. سبب رفع رأس المال بنسبة 25% عن طريق أسهم مجانية أعلنتوها بداية الشهر، هل في استثمارات جديدة أو إيه السبب وراء الموضوع؟ والله إحنا الشركة كسبت السنة اللي فاتت، وإحنا كان قدامنا خيارين، يا إلا نوزع أسهم مجانية يا إلا نوزع توزيعات نقدية. نظرا لأن الشركة بتتوسع فهي محتاجة السيولة اللي فيها، فإحنا رأينا ان احنا نوزع اسهم مجانيه، والاسهم المجانيه دي هتقدر ان هي تفيدنا، هتعمل مور ليكويديتي في السهم كمان. فدخلنا الجمعيه العموميه وهي خدت قرارها على توزيع اسهم مجانيه، والحمد لله الاسهم ضافت
وكده يعني. لكن برنامج التوسعات كبير، فكان الطبيعي ان احنا ما نفرطش في السيولة بتاعت الشركة، لكن حق المساهم علينا انه ياخد برضو سهم مجاني، لان مش كل الناس مستعدية انها تفضل مكملة. في واحد عايز يحول ارباحه الى نقدية او حاجة، فبيقدر ياخدها في شكل اسهم مجانية. اعلنتم من امبارح عن رفع مساهمتكم في شركه ابتكار للتمويل من 200 مليون ل 250 مليون. ايه العائد المتوقع من الزياده دي، مع ان العلم ان شركه ابتكار قامت مع تحالف بشراء حصه شركه تمويل من اوراسكوم للتنميه؟ راي حضرتك ايه عامه في قطاع الخدمات الماليه الغير مصرفيه وزياده الاستثمار في هذا القطاع من قبل شركتكم؟ حضرتك، قطاع الخدمات الماليه غير المصرفيه هو قطاع واعد هنا في مصر، ومصر محتاجاه فعلا. الجديد اللي احنا عندنا في ابتكار ان احنا هي شركة قابضة بتمتلك مجموعة شركات تحتها في الخدمات المالية، فاحنا اوريدي موجودين في مجال المدفوعات الالكترونية من خلال مساهمتنا في شركة بي وشركة مصاري. المدفوعات الالكترونية دي بتعتمد على انتشار، وعندنا حوالي اكتر من 110 الف نقطة بيع شغالة على في مجال المدفوعات الالكترونية. طيب التجار ديت عاوزة ان هي نحسن لها الوركينج كابيتال بتاعها ورأس المال العامل بتاعها، فمن هنا احنا بنقدر ان احنا نعمل شركة تمويل متناهي الصغر علشان نشجع الناس ديت على ان هي يكون عندها رأس مال تقدر ان هي تشتغل بيه وتحسن لها. بعدين الاستثمار اللي في تمويل ده طبيعي، لانه المورجج والليزنج والفاكتورينج ده مكمل لهذا النشاط. برضو احنا بندرس تأسيس شركة للكونسيومر فاينانس عشان نقدر ندي لعملائنا برامج تقسيط للأجهزة والمنتجات اللي بيشتروها من عندنا. الجديد اللي عندنا ان كل دوت موجود تحت شركة قابضة واحدة بتقدم كل الخدمات دي مع بعض. طبعا شركة ابتكار هي شركة كبيرة جدا، هي اتولدت كبيرة، علينا ان احنا نشتغل جامد فيها، وانا متصور ان هي هيكون ليها كونتريبيوشن كويس داخل ام تي اي، وهي نشاطها مكمل لام تي اي، لان انا لما بدي تقسيط على منتجاتي او منتجات غيري هنا انا بزود رقم مبيعاتي وبحسن هامش ربحيتي. لما بساعد التجار الصغيرين اللي هم اكتر من 110 الف نقطه بيع ان انا اديهم راس مال عامل يشتغلوا بيه، هنا هو بيقدر ان هو يحسن من مستواه ويحسن من دخله، وبالتالي ده هيكون له مردود كويس علينا. فاحنا بنكابيتالايز على النتورك بتاعتنا بان احنا بنقدم لهم خدمات ماليه غير مصرفيه. ده مش معناها ان احنا مش هنقدم الخدمات دي لحد تاني غير التجار بتوعنا، لكن على الاقل انا عندي 110 الف عميل جاهزين ان هم يشتغلوا معنا في الحياة. فده الايدج بتاعنا اللي بيفرقنا او بيميزنا عن اي حد تاني. لو عاوز توجه رساله للمستثمرين تبرز فيها اقوى نقط في الشركه، شركه ام ام جروب، تقول لهم ايه؟ هقول لهم ان شركه ام ام جروب نشاطها الرئيسي هو التوزيع، هو الديستريبيوشن، وده شغلنا اللي احنا بنشتغله طول عمرنا وعندنا خبرات فيه. احنا بنضيف كل يوم منتجات جديده، المنتجات الجديده دي بتبقى دايما هوامش ربحيتها افضل، فبنقدر ان احنا نعظم هوامش ربحيتنا ونطلع بيها واحده واحده. كمان المنتجات اللي بنشتغل فيها بقى فيها دايفرسيفيكيشن جامد، ففيها تقليل مخاطر. انا مش بشتغل في حاجه واحده فقط لا غير، انا بشتغل في اكتر من حاجه ونوزع اكتر من حاجه. مثلا في مجال المحمول في سامسونج وفي هواوي، ويعني هنا بنوزع المخاطر، ما بقيناش زي زمان ان احنا بنعتمد على ماركه واحده فقط لا غير. في مجال التلفزيونات برضو، في مجال اجهزه التكييف، في مجال الاجهزه المنزليه، في مجالات الاتصالات والمدفوعات الالكترونيه، وطبعا في انشطه اخرى زي السيارات وزي الجرارات الزراعيه ومواسير البترول. فالمخاطره داخل الشركه بقت دايلوتد جدا وما بقتش كبيره. فاللي بيشتري سهم ام تي اي بيقدر ان هو يكون اكسبوزد لكل الحاجات دي، وطبعا
في خلال كل كوارتر في حاجات بتبقى احسن من حاجات، لكن في تأمين عند الانشطه ببعضها. استاذ خالد بشكر حضرتك على وقتك مع عرب فاينانس. اشكرك يا فندم، شكرا.